الاضطرابات الجوية التي تعرفها غليمين تطرح صعوبات كثيرة للساكنة المحلية التي عانت على امتداد أسبوع كامل بسبب قوة التساقطات المطرية العاصفية الغير مسبوقة والتي لم تعرفها المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي والتي أضرت بممتلكات المواطنين بأغلب أحياء مدينة غليمين. ساكنة في الوادي وصلت مرة شهر على جوج نوبات وجال ما معها زناقي ودرنا الخناشي فما في المضيع وقلنا مولانا وشدنا تحت الرطبة باش شدنا الماء كل ما درنا الخناشي فما الدار اللي حاضرة غادي يدخلها الماء كنا غير رخيص ديال الرملة اللي درنا في أم البيبة كل ما زنا قوي وكازينا في البيت نطلب الله تعالى يدير السلام الصحاب رمحتنا ورمحت لينا الدويرة ولا العار اللي في مولانا والعار اللي على مولانا ولا خلات النسي حتى كاع سي عتيق ولا شي تمرمدنا فيه لا غطا لا فراش لا مولا الناس تكبسوا تلاحوا لهم ديور تلاحوا عمر دخلت عليهم الماء تخسروا لهم الثلاجة تخسروا لهم كل شيء الديور مكبسين كل شيء مكبسين. هذه التساقطات المطرية ألحقت خسائر كبيرة بالبنية التحتية للمدينة وأضرت بالعديد من تجهيزاتها الأساسية فضلا عن اختناق قنوات الصرف الصحي الشيء الذي فاقم من محنة سكان أغلب أحياء مدينة غليمين. الواد الحار مبوشي خاسر وما تلقى كيفاش الناس تقطع وما تلقى كيفاش أنه مكرفصة حقيقة بهذا الشيء اللي جاي من الصحاب. هربنا على هذه الحفرة خويا قلنا نطلع من هنا باش ما يدخلنا الماء الطعام ويمس كلينا انت ضربناها مع احتفار هنا تقطع علينا التيهات ديال الماسون فانا بقينا هنا. بالنسبة لنا احنا هنا في حي الفيلا بالضبط بمدينة غليمين يعني متضررين لواحد الدرجة كبيرة الديور ديالنا طاحوا الماء كيقطع علينا ثلاج تلافز كلشي داكشي تسوطا يعني بزاف حالة مزرية بزاف. الناس تكرصت والله العظيم تكرصنا والخنش ورانوا الناس لا واحد يعاون الثاني لا المواطن واحد يعاون الثاني حنا هذا الواد مضرب وحنا عدد الواد وحنا هذه البلاصه على الواد. تساقطات مطرية بكميات قياسية فاقت كل التوقعات كانت لها نتائجها السلبية على ممتلكات السكان بكافة الأحياء التي تضررت كثيرا نتيجة السيول الجارفة التي أغرقت مجموعة من أطراف المدينة.